ومحطتنا التالية رح نتطرق فيها لمفهوم التنمية الذاتية وتطوير المهارات وأهميتها، وخصوصا بالنسبة للمرأة يلي عم تتصدر هي الدورات اليوم من حيث الحضور والتدريب. فخلينا نحكي أكثر مع مريم عيسى، مدربة تنمية وتطوير ذاتي. صباح الخير مريم. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. صباح النور. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. بالبدايه خلينا نتعرف على مفهوم التنميه الذاتيه. تمام. هلا من خلينا نفكك المعنى تنميه ذاتيه، التنميه النمو او الازدهار او الثمر او يعني النتائج، والذاتي هي الشخص نفسه وتمكينه، خلينا نقول اعطائه ادوات لهذا الشخص انه هو يغير من حياته هي الادوات بتساعده انه هو يطور من حياته ويستمر دائما. وهي الفكره الاساسيه كمان من الموضوع التنميه هو الاستدامه او خلينا نقول الاستمرار بالتطوير. ونحن اليوم يعني خلينا نقول انه بحاجه لهذا الموضوع كل يوم من زمان، لكن هلا بهذا العصر، لانه العصر صار فيه سرعه كثير، يعني السرعه كثير سريعه. السرعه كثير سريعه. عن جد، لانه يعني ما عاد انت تلحقي لا معلومات ولا معرفه ولا اشياء جديده، فبدك تواكبي هذا الشيء وما رح تقدري تواكبيه، لكن قدر الامكان تماشي، يعني تقدري انت تمشي معه. فانت بحاجه لهي الادوات والتطوير اللي على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع والى اخره، حتى نقدر نحن نمشي مع هذا العصر اليوم ونحاول قدر الإمكان أنه نستفاد من هي السرعة والإنجازات. نعم صحيح. مريم خلينا نحكي أكثر، يعني عم نحكي عن السرعة ومواكبة السرعة، ولكن خلينا نخص المرأة السورية يلي هو بيوقع على عاتقها كل شيء سريع لازم يكون من خلال البيت، من خلال العمل، من خلال العلاقات الاجتماعية وتربية الأولاد أيضا. اليوم من خلال الدورات يلي حضرتك عم تعطيها اللي بتخص الوعي الأنثوي، دائما المرأة بالتطوير الذاتي مركز عليها أكثر، لأنه هي يعني أكثر من نصف المجتمع. خلينا نقول، خلينا نحكي كيف بيتم التطوير الذاتي للمرأة. قبل ما نحكي كيف بيتم التطوير، هي الفكرة ليش هو مو يعني هو مو تم انتقائها هي لتكون هي هي اوريدي. لما انطرحت مواضيع التنمية بشكل عام، هي كانت المتلقية الأسرع، يعني هي اللي حبت. ليش؟ لأنه نحن في بتحسي 30 سنة للمرأة أو 20 سنة خليني أقول لك، صار في فجوة بين اليوم تفكير المرأة وطريقة طرحها بالمجتمع والوظائف اللي صارت تاخذها والمناصب اللي صارت هي تتولاها صارت كثير كثيره. فهون كان لازم مثل ما حكينا من شوي يكون عندنا ادوات تساعدها على هي ردم هذا الفجوه اللي كانت. كيف كان تفكيرها من زمان وكيف كانت تقبل باشياء اليوم ما بتقبل فيها، كانت ترضى باشياء اليوم ما بترضى فيها. فهي كان لابد من انه انت تعطيها اليوم أدوات تقدر هي من خلال هاي الأدوات توظفها مثل ما حكيتي بتربية أبنائها، بأنه مو بس على مستوى تربية الأبناء اللي نحن دائما بنقولها هي على المستوى البسيط أنه تربية أبناء، يعني لا هي يعني خليني أعطيكي مثال بسيط، أنه أنت عندك ولد على القليلة تعرفي تسمعي، يعني هي من ضمن التنمية الذاتية هي موضوع تنمية المهارات عندها، يعني تنمية مهارة الاستماع، يعني الاستماع أو الإنصات هي واحدة من أهم المهارات اللي الشخص بحاجته يعني اليوم. فكانت هي من يمكن خليني من أشد الأشخاص اللي هن بحاجة هذا الموضوع. فاليوم بتلاقي مو بس بالوعي الأنثوي، بكل دورات التنمية هي المرأة حضورها أكثر من 90% أكيد بهي الدورات. يعني كل أسرة، خلينا نحكي هلأ بها ظروف الصعبة. تمام. مثلا بتلاقي الناس كلها أو المرأة بتلاقيها تعبانة ببيتها، كيف ممكن هي تنظم عائلتها بالطريقة الصح؟ كيف هي تتعامل مع أولادها بالطريقة الصح من غير ما تحط الكآبة اللي عندها والنكد اللي عم يصير بالبيوت والهموم على أولادها؟ كيف ممكن يعني تفرق وتبعد طاقتها السلبية عن الإيجابية وتنشر الطاقة الحلوة بالبيت؟ تمام. هلا مبدئيا نحن بالشغل معها انه نحن اول شيء بنشتغل عليها هي، يعني هي اللي بتبلش ترتاح. وهي لانه شوفي الشخص قد ما كان خليني اقول عم يحاول يمثل او يغلف نفسه بانه انا منيح، هو ما بيكون منيح، ففي شيء بداخله بيصدر للخارج. وارتباط الاولاد بالام ارتباط يعني كثير عميق، وطاقيا بيضلوا ال 12 سنة هنا مرتبطين فيها، نزلت مشاعرها نزلت، يعني حتى لو هي عم تمثل خارجيا انه انا منيحه، لكن هي داخليا فيها خليني اقول كآبه او حزن او زعل، فبيوصل للطفل وبيشعر بهذا الشيء وبيزعل بس ما بيعرف ليش. والام نفس الشيء. لهيك نحن بنشتغل عليها هي، يعني نحن بنركز عليها هي، بنشتغل عليها انه هي تعرف كيف تسمع وتتلقى وتحل
مشكلاتها. يعني من اهم القصص انه الوحده لما بصير عندها مشكله وبالتالي تسقط مشاعرها بسبب المشكله على البيت والتربيه والكابه والى اخره. كيف فيها تفصل؟ تمام. هلا يعني هون مثلا عن جد اغلب شو اسمه اغلبهم عم بيشوا عم بيتفششوا باولادهم، يعني عم بيعطوا طريقه كثير سيئه بالبيت يعني. صحيح. فكيف يعني شو هي الادوات، شو هي الخطوه الاولى اللي ممكن تبلش فيها؟ اول شغله نحن بنقول انه نحن نتعلم مهاره اسمها الفصل. يعني انا بحاول اقعد مع نفسي، ما مو 10 دقائق ولا ساعه ولا شيء، 3 ثواني بس، في حديث ذاتي للانسان بيحكي مع نفسه قبل ما يقدم على اي خطوه. يعني هو ليقوم يشرب مي، ما بيقول انا بدي عطشان بدي اشرب مي، ففي حديث داخلي بينه وبين نفسه. فهي مهاره بتتعلم، مهاره الفصل، انه انا مثل احنا بشكل فطري شو بنقول، هدي صلي على النبي، عد للعشره، يعني بنحكي هيك بس انه خذ نفس انت، رجع لوعيك لحتى تقدر انت ما تتفشش بهذا الطفل. فتتعلم مهاره انه انا في مشكله عندي، هي المشكله بتنحل بمكان وزمان وادوات معينه، هذا الطفل ما له علاقه فيها. ما انا سهله القصه، بالذات الستات اليوم تجي صار لها 20 سنة 15 سنة 10 سنين متعودة على هي القصة ومتعودة على هذا السلوك، فبتجي بتقلي لها أنت من بكرة إيه. بس بتبلش أول شيء تراقب نفسها، أنه أنا كم يعني أنا من الأشخاص يلي أنا إذا صار معي ظرف أو مشكلة ما بسقطها على أولادي، على الغضب يعني، أو أحيانا على الأهل، أحيانا على الرفقات. يعني رفيقتك بتجي بتحسيها عم تتفشش، أنت حاسة فيها أنه عم تتفشش بس ما بتعرفي ليش، دغري بتقلي لها شبكي فيكي شيء، دغري بتحسي بهذا الشيء. فالفصل بس نتعلم نراقب نفسنا انه احنا ايمتى بنغضب وكيف بنغضب. الغضب بمجرد معرفة الشخص انه فيه هو مراقب بينزل لنصه، يعني مفعوله بيصير للنص، يعني بيهدى الشخص، بيهمد مثل ما بيقولوا بالعامي، مجرد ما حس انه هو مراقب. فكيف اذا كان مراقب من نفسه هو، انا في مين اليوم رح يقول لي انه انت راقبت نفسك، انتبهت على حالك، انتبهت على تصرفاتك، فلحاله هو بيهمد وبيصير مثل ما تفضلتي. طيب خلينا نحكي تفاصيل عم نمرق فيها كلنا، اللي هو غلاء المعيشه، هذا بسبب توتر كثير كبير عند العيله. يعني انا اليوم كيف بدي طعمي اولادي، كيف بدي هذا المبلغ، كيف بدي أقسمه على باقي الشهر، كيف بدي أتحمل جوزي جاي من السوق معصب من الأسعار، أو كيف بدي طعميهم لأولادي يعني أكل صحي ولكن ضمن حدود إمكانيات الأسرة. اليوم خلينا نحكي قديش مهم اليوم دور أن هي يكون عندها وعي ذاتي أيضا، بأنه تعمل كنترول لحتى تحمي هي العيلة وهيك تتماشى بالظروف يلي إن شاء الله هي رح تمرق. صحيح. هلأ شوف، يمكن الكلام بهيك ظروف ما كتير بيواسي. يعني نحن ما بدنا خلينا نقول نخدر الموضوع، القصة ما سهلة أبدا ومرق على كل الناس. يعني اللي مرتاح واللي ما أنا مرتاح تأثر فيها. يعني ما بدي أقول لك إنه، بس نحنا خلينا نقول بنساعد بنسند بالوعي اللي أنت حكيتي، الوعي الذاتي اللي موجود عند الوعي الذاتي عند المرأة هو وعي خليني أقول لك فطري إلى حد ما. يعني هي بدون ما تتعلم هي بتعرف فطريا كيف تدير هالأمور عندها بالبيت، بس يزداد اليوم لأنه بسبب هي الظروف كمان هي بتتضايق بتنزعج إنه أنا ناقصني شيء، مو حتى مو على مستوى هي، على مستوى الأطفال أو على مستوى كذا. مثل ما حكينا ما نتفشش بسبب أو بأشخاص هن ما لهم علاقة بالمشكلة الأساسية، نحاول ندير الأمور إنواسي، نكون سند لبعض. يعني أنا بدال ما حمل، يعني أنا عندي حمل معين، الرجل عنده حمل معين، عم بيحاول يجيب شيء، عم بيحاول يأمن متطلبات، أنا بمجرد أني أنا بلشت أنا عصب أو خانق فأنا حملته حمل لسه أكتر زيادة. فأنا حاول قدر الإمكان أكون مستوعبة. المرأة كمان من صفاتها أنه هي مرينة، يعني بتتأقلم مع الظروف. يعني اول شيء ممكن شوي تقاوم تنزعج، بس هي اكثر مرونه من الرجل. الرجل عنده صلاحه، فصعب كثير انه يتاقلم بسرعه. يعني فمن صفاتها هي المرونه، تحاول انها تنمي هي المرونه، يعني ترجع تطورها اكثر. طيب كيف خلينا نحكي، يعني انا موقف مثلا بعصب منه، تمام، اي موقف، في انا طلبت قائمه من الاشياء انا بدي اياها، اجت هي القائمه فيها من اصل 8 خليني اقول اغراض لاجت مثلا 5، اوكي، يعني والثلاثه هن مهمين اللي انا طالبتهم اللي ما انجابوا. طيب انا المرونه اللي انا عم اقول لك عنها اني انا اوكي شكرا كثير، هدول يعني تمام اللي الاغراض اللي وصلوني، بس انا كثير مضطره على هدول، انا بستناهم منك بكره بعد بكره الى اخره. طبعا شوفي نحن مثل ما قلت لك الرجل ومعرفتي فيه، اذا انت طلبتي منه 10 وبيقدر هو بيجيب 11 وبيجيب 12 وبيجيب 13، يعني هو ما ناطر، لكن لما بيجيب لك 5 من اصل 8 فاكيد هو ما نو
قدران يكمل هدول الثمانية. لهيك نحن نقول المرونة إنه أنا أتقبل من الآخر، خليني أقول ظرفه، اتحمل معه واسنده وساعده مهما كان. يعني هي الفترة، شوف الإنسان ليش متعود، نحن إنه مثل ما حكينا كنا عم نحكي عن الكورونا أول فترة والناس كيف بتعقم وكيف بتخاف وكيف كذا، اليوم صار الحديث عادي، صار ما في يعني حتى الناس يمكن بطلت تتعقم، بطلت بمعنى بطلت اعتادت على الموضوع، اعتادت على سمع، ففاتت انه الموضوع صار ينحكى بشكل طبيعي. الانسان بطبعه عنده هي المرونه بالتاقلم يعني، والمراه اكثر. لهيك احنا دائما شوي بنعول عليها، وهي صفه قوه ما انا صفه ضعف. يعني الشخص المرن اكثر بكثير اقوى من الشخص اللي هو صلب، اللي هو جاف، اللي هو ممكن اذا صابته ازمه او صابه اي شيء ممكن يروح فيها. المراه لا، اكثر مرونه وقوه داخليه يعني من الرجل. أكيد بنهاية كلامك متشكرك، نتشكر معلوماتك القيمة حبيبتي. ودائما المرأة هي سند كل عائلتها يعني، فهي مثل ما قلتي المفروض ما حدا يتفشش بحدا، كلياتنا نكون إيد واحدة لنقدر نمرق بهالظروف الصعبة بخير إن شاء الله. حبيبتي شكرا كثير لك مريم. حبيبتي شكرا.